زين يا شيخ، أريدك أن تنصح الناس الذين مزاجهم سيء ودائما يتذمرون من الحياة ويقولون أن ما عندهم حظ ويلعنون أيامهم. بداية أنت لست في الجنة، هذه يجب أن تضعها هنا يا أخي. أنت لست في الجنة، أنت في الدنيا. الدنيا تكابد الشقاء والفقر والظلم والشتم والقذف والانتقاص. ولو كنت عظيما انتقصوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تقول والله أنا مزاجي سيء. أنت لست في الجنة حتى يكون مزاجك 100%. لابد أن تعاني من هذه الأيام، يوم به تسعد ويوم به تحزن. هذه سنن الله عز وجل شانه في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك مرة وبكى مرة، صلى الله عليه وسلم ابتسم مرة وشج رأسه مرة، صلى الله عليه وسلم سعد مرة ولعب أبنائه ثم دفنهم صلى الله عليه وآله وسلم وماتوا. واضح النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه ثم دفنهم بأيديهم، بأيديه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوم معه مال ويوم لا يجد طعام صلى الله عليه وسلم، وخرج من بيته جاع. فهذه الدنيا، الدنيا تدور مرة لك ومرة عليك. فأنت لا تطالب الناس تقول والله مزاجي سيء. كلنا نمر في هذه الحالة، مرة مزاجك سيء ومرة سعيد. لكن العبرة، أين العبرة؟ أن تعلم أن الدنيا عبارة عن دابة يمتطيها الإنسان يذهب للدار الآخرة، إما جنة وإما نار. لهذا لا تكترث. أنت في حياتك رأيت مسافر يكترث بقرية يمر عليها؟ يعني كم مرة أنت سافرت بر برا بالسيارة؟ لو سألتك سؤال، القرى التي مررت عليها هل اكترثت بها فيها كذا لا فيها كذا والله ما عد؟ لا نكترث، المهم أن نصل للنهاية. أنت بدايتك الدنيا، نهايتك إما جنة ونار. فكل مراحل الدنيا من لدن البلوغ أو من المهد حتى اللحد، كل هذه المراحل أنت مسافر. عمرت منزلا ستتركه، بنيت بناية ستتركها، جمعت الأموال للورثة، جمعت ملابس سيوزع صدقات، مهما فعل ستتركه. إذن أنت مسافر. لهذا ماذا يغني عنك المزاج السيء؟ سواء كان مزاجك سيئا، هل هذا المزاج سيغير اليوم؟ لن يغير اليوم. هل هذا المزاج سيطيل بالعمر؟ لن يطيل بالعمر. لهذا لا تكترث، واسعد بأيامك، لا تنشغل بالهموم، الهموم تقتل. لهذا سبحان الله، رغم أن الهم جند من جنود الله، ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يستعيد من الهم، اللهم من يعوذ بك من الهم، رغم أنه جند مخفي ما حد يراه، جند معنوي، إلا أن الله عز وجل شانه كسر به رؤوس الهم. رغم أنه جند خفي وهمي ما يراه أحد، إلا أن الله كسر به رؤوس. ربما الرجل يكون جبارا، واضح، إذا تراه من بعيد تقول هذا فيه وفيه، لكن الله يرسل له هما في منتصف الليل لا يستطيع أن ينام ولا يهنأ بشرب ولا طعام. لهذا